قال لك علشان فهم أن خليفته في الأرض تصيبه غفلة. ليه تصيبه غفلة؟ حين ينخرط في أسباب الدنيا وتأخذ كل فكره وكل همه، يوم ينسى الأشياء المطلوبة منه، يفتكر بس اللي ينفعه يفتكر. ولذلك كثير من الناس يقول لك يا أخويا الواحد عقله ذكي جدا فيما له عند الناس، وغبي جدا فيما للناس عنده. يقول لك دي نسيتها والتالي ما نسيتهاش. ليه؟ شو معنى دي يعني اللي نسيتها ودي ما نسيتهاش؟ يبقى المطلوب منه ينساه والمطلوب له يفتكره كويس قوي. فالحق سبحانه وتعالى بيقول أنا لم يعد لخلقي عندي حجة، فقد نصرت لهم آيات الكون ملفتة، وآيات الكون حتى لا يدعيها الملحد الذي ينكر الإله، ما بيدعيش لنفسه. ما حدش قال أبدا أنا خلقت الشمس، ما حدش قال أنا خلقت القمر، ما حدش